قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى موضوع آخر، يختار العديد من الناس التوجه للمناطق الجبلية بحثا عن الهدوء في أحضان الطبيعة. شلال كفريدة بولاية بجاية أحد هذه الأماكن التي تعد مقصدا للسياح من الولاية وكذا من المناطق المجاورة. نتابع معا هذا أو نتعرف معا على هذا المكان مع صبرينا عرقوب ونجمة بوكرش. هنا حيث الهواء العليل يتعانق الجمال والهدوء ليصنع منظرا ساحرا لا يتكرر. هنا بأعالي جبال تاسكريوت يقف الزوار مسحورين بجمال شلال كفريدا الذي يتجاوز علوه 30 مترا، وهو المنظر الذي يستقطب ألوف من السياح العاشقين للهدوء والجمال. عجبتني ناس محترمين ربي يبارك، وين نروح وما يسقسونا وين راكم رايحين، كاش ما خصكم حاجة ولا كاش حاجة. جينا هناك شهر العسل، منطقة هايلة يعني من ناحية بلاصة عائلات، لقينا راحتنا هنايا. جينا نشوفوا المناطق الشلال كيفاه. كوميرسيال سي تري سيريو، يا با دو بروبليم، يا با داغريسيون تو. لا كاسكاد سكزي كي ليكزيست دوبوي سي با كومبيان داني. سحر المكان لم يشفع له لدى السلطات المحلية، حيث يعاني الإهمال، فلا أعوان أمن ولا كهرباء ولا إنارة عمومية. لكن رغم هذا رفع بعض الشباب التحدي بوسائلهم البسيطة وقاموا بتهيئة المكان ونصبوا خيما لبيع تذكارات تذكر السياح بمغامراتهم الساحرة. ان سيت داتراكسيون. حنايا كبلديه هناك طريق الذي يؤدي الى شلال، دونك اون افين فيش تكنيك بور 3 مليار. في انتظار تجسيد المشاريع المسطرة لتهيئة هذا الموقع السياحي، لا زال شلال كفريدا لا يبخل على زواره بلحظات تجعلهم ينسون الضوضاء وسخب الحياة اليومية. ومن ولاية بجاية مشاهدينا أصل إلى ختام الموعد المحلي، عودة إلى لتصلك آخر مستجداتنا. اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.